قال وزير المالية الياباني ناوتو كان إن اليابان والولايات المتحدة أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم تواجهان نفس العقبات في معالجتهما للتحديات المالية والاقتصادية. جاء ذلك خلال لقائه بوزير الخزانة الأمريكي تيموثي جيثنر على هامش اجتماع مجموعة السبعة في إيكالويت شمال كندا. وقال كان إنه يتوقع أن يكون التنظيم المالي من بين القضايا الرئيسية للمجموعة. مجموعة السبع في مواجهة مجموعة العشرين، الواقع والمصير والتحديات. في ظل دوامة الآثار وتداعيات التدابير التي تم اتخاذها لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، مفردات وأولويات فرضت نفسها على أجندة قمة المجموعة التي انطلقت في منتجع أكواليت بكندا. وبالإضافة لمندوب مجموعة السبع، كندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا وألمانيا، انضم مسؤولون من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمفوضية الأوروبية. وركزت الاجتماعات في يومها الأول على التدابير لتحفيز عملية النهوض الاقتصادي واستقرار الأسواق لدى بدء محادثاتهم في شمال كندا. كما ستعطي محادثات المجموعة أولوية للقلق المتزايد بسبب الدين في منطقة اليورو، لأن الكثير من الدول الأوروبية تشكل مجموعتي السبع والعشرين. سعر صرف العملة الصينية جاء على أولويات أجندة القمة، حيث يشكل سعر صرف اليوان معضلة كبيرة بالنسبة للدول الغربية التي تتهم بكين بتعمد إبقائه ضعيفا منذ منتصف عام 2008 لإعطاء دفعة لصادراتها التي زاد حجمها بالفعل، حيث قدر فائض الصادرات الصينية في عام 2009 ب 196.1 مليار دولار. وتسعى مجموعة السبع إلى الحفاظ على موقعها مع اتساع نفوذ مجموعة العشرين لتصبح أول منتدى اقتصادي عالمي. وتحوم شكوك متزايدة حول أهمية مجموعة السبع، خصوصا بشأن تصاعد قوة الصين التي ستصبح الاقتصاد الثاني عالميا هذا العام. وعلى خلفية تحسن اقتصادي متين إلى حد ما وبحسب الدول الأعضاء، فإن كبار المسؤولين الماليين في هذه الدول الأكثر ثراء في الكرة الأرضية ينتهجون استراتيجيات مختلفة أحيانا، إلا أن الإطار التنظيمي للقطاع المالي بعد الأزمة لا يزال غامضا. ففي حين تقترح الولايات المتحدة وضع قيود جدية على نشاط المصارف، فإن جارتها كندا متحفظة جدا حيال الفكرة، وتبذل أوروبا جهودا لإسماع مقترحاتها المشتركة.